أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإصدار المحدث للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الإصدار المحدث لدليل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية. يأتي ذلك بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة المثلى من خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، وذلك بعد دراسة وتقييم المستجدات في سوق خدمات الحوسبة السحابية، وبما يتواءم مع تنظيمات البيانات والأمن السبراني ويحفز الاستثمار في الحوسبة السحابية وخدماتها. وينضم إلينا من الرياض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة الأستاذ رايد الفايز. حياكم الله أستاذ رايد. يعني هل توجز لنا أهداف الإصدار المحدث وأبرز التعديلات التي تضمنها، خاصة وأنه يأتي بعد اتفاق شركة أرامكو وجوجل كلاود؟ أخوي عبد الله، بداية أمسي عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. صحيح، أصدرت الهيئة الاتصالات تقنية المعلومات النسخة المحدثة من إطار تنظيم الحوسبة السحابية، وذلك استجابة للمتغيرات والتطورات على الساحة ودعما لتنمية سوق وخدمات الحوسبة السحابية في المملكة. ولعل أهم الأهداف هو تحقيق موائمة عالية مع تنظيمات الأمن السيبراني اللي صدرت مؤخرا من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكذلك سياسات البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطني. هذا بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة لتشجيع مقدمي الخدمة المحليين والدوليين. جميل. للاستثمار في الحوسبة السحابية في المملكة. وإذا تسألني عن وش اللي تضمنه التحديث من الإطار، التعديل سألنا عنه. يعني احتوى عدد من التسهيلات والمطالبات التنظيمية وإعادة توزيع فيها تسجيل مقدم الخدمة، بما يعطي مساحة أكبر لتقديم الخدمات لشرائح أكثر المشتركين لهدف تشجيع المنافسة والرقيب الخدمات. واستحدثنا بالشرك يعني مسار تأهيلي لتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة للاستثمار في الحوسبة السحابية. نعم. والإطار هذا فريد من نوعه، فالهيئة هي من أوائل المنظمين العالميين الذين خصصوا وثيقة تنظيمية ممكنة تهدف لتنمية الحوسبة السحابية في المملكة وتحمي حقوق المستفيدين وتعزز المنافسة بين مقدمي الخدمة. نعم. والربط أيضا مع الأمن السبراني يعطي دليل على يعني حرص الهيئة على مسألة أمن المعلومات في 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 مثل هذه الممارسات. فعلا، يعني معروف أن الحوسبة السحابية هي يعني تعتبر هي البنية التحتية الافتراضية للعديد من القطاعات والصناعات المستفيدة، مثل التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة، وهي بيئة مستضافة لعدد من المنصات والتطبيقات الرقمية ومكن أساسي للعديد من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. والموائمة مهمة جدا فيما يخص الأمن السيبراني والبيانات. ولا يخفى عليك أخوي عبد الله والسادة المشاهدين والمشاهدات أن سوق الحوسبة السحابية يعتبر سوق ناشئ وواعد، ويبلغ حجم السوق حوالي 5 مليار ريال سعودي هذا في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف 3 مرات خلال السنوات الخمس القادمة. وهذا نتيجة للحراك الكبير والمتسارع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتلبية لمبادرات رؤيتنا الطموحة والواعدة، رؤية المملكة 2030. ولذلك حرصت الوزارة والهيئة على تنمية الخدمات الحوسبة السحابية من خلال تشجيع المستثمرين المحليين وكذلك جذب كبرى الشركات العالمية واستقطاب عدد منها مثل ما تم إعلانه مؤخرا، وأيضا سيتم بإذن الله إعلان إن شاء الله يعني استقطابات جديدة. هذا هدفه كله يعني تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة ومبتكرة تناسب تطلعات الجهات في المملكة. نعم، وضحت الصورة. الأستاذ رايد الفايز نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، شكرا جزيلا لك.